تعددت الجهات التي تمنح درجة البكالوريوس في الهندسة، ودي لينا فيها يعني إن شاء الله يعني مناقشات مستفيضة مع مجلس أعلى الجامعات ومع القائمين على التعليم الهندسي في مصر، علشان يهمنا جدا إن المناهج اللي بتدرس تبقى تضاهي المناهج اللي بتدرس في الجامعات الخارجية. وأعتقد إن مفيش حد بيشتغل لوحده، يعني ما ينفعش أقول أنا هغير مناهج التعليم الهندسي، طب أنا مين؟ أنا لازم أكون عضو في مجموعة عمل شأنها هو التعليم الهندسي. هنا عندنا مجلس اعلى جامعات، عندنا مجلس بنطالع منه بيانات التعليم الهندسي، وبالتالي احنا نكون فاعلين في هذا الكلام. هل انت راضي عن المستوى الحالي في بعض الهندسي؟ في بعض في خريجين بعض جامعات، احنا طبعا انا بحكي من واقع تجربه عمليه، لما كنا بنستدعي ونعين زملاء لينا شباب مهندسين، كنا بنشوف تباين كبير جدا في مستوى التعليم من جامعه لجامعه ومن من مكان لمكان، ومن اذا كانت جامعه حكوميه او جامعه اهليه او جامعه خاصه او معاهد خاصه، كنا بنجد تباين، يعني سواء احيانا بيكون تباين ايجابي واحيانا بيكون تباين سلبي، وده طبعا بيحتاج ان احنا يبقى في حد ادنى من عدد ساعات الدراسات الهندسيه في كل ماده من المواد اللي بيدرسها المهندس في التخصص بتاعه. انا عندي جزئيه تتعلق بالسياسه داخل العمل السياسي داخل النقابه. المجلس الجزئيه دي ازاي؟ اولا النقابه ليست نقابه سياسيه وليست نقابه حزبيه وليست نقابه طائفيه. النقابه هي لكل مهندسي مصر. ومن يقع في مشكله فمن حقه النقابه انها تكون المدافع الاول عنه. انا اقصد المهندسين المنتمين يا فندم، انا بقول لك انا بدافع عن المهندس. انا بدافع عن المهندس، ما بدافعش على سياسه ولا على طائفه ولا على حزب. عظيم. واضح؟ وصف حضرتك بعض المهندسين وصف مشروعات الإسكان بتاع النقابة بباب النجار محل عقل. نعم. فأنا كنت عايز أعرف رؤية حضرتك خاصة لشباب المهندسين، أنا آسف طبعاً في اللفظ، بس ده وصف فعلاً اتوصف على في جروبات كتيرة للمهندسين، باب النجار محل عقل، بما إن المهندسين طبعاً هم يمكن يعني يعتبروا رجال استشارية للدولة، وهم أصلاً اللي بيبنوا وهم اللي بيعملوا، وهم أصلاً مش عارفين ياخدوا إسكان، خاصة إن الملف الإسكان كان في النقابة كان فيه مشاكل كتيرة. حضرتك تبعد شباب المهندسين في حالة فوزك هل هيكون في المشروع ده؟ شوف، الحصول على مسك ملائم لشباب المهندسين او حتى لمتوسط العمر من المهندسين له عدة طرق. في جزء بتقوم به النقابه ويجب ان يكون على المستوى الاعلى. عشان تقوم به النقابه يبقى لازم عندها اصول قرار تقدر تقيم عليها هذا المشروع. الجزء الثاني يكون بالتعاون مع الاسكان اللي بينزل من الدوله. يعني النهارده احنا شايفين الدوله انجزت كام؟ 1000 وحده سكنيه في 4 سنين، تقرب من 1,000,000 وحده سكنيه. اعتقد ان كان ممكن جدا يكون في نسبه تكامل و من وده حصل للنقابات. يعني انا الدوله كانت محدده اراضي للنقابات ومحدده مساكن للنقابات، انا برضو ده سبيل تاني للحصول على شقه بالنسبه او مسكن ملائم بالنسبه للمصريين. السبيل الثالث ان المشروعات الاراضي الغير مستغله الموجوده النهارده اذا كانت تصلح لاقامه اسكان هيتعمل اسكان عليها مناسب، واذا كانت لا تصلح فهيكون فيها مشروعات استثماريه اخرى تدر عائد على النقابه. تبقى في 3 محاور ممكن تجيب منهم المسكن الملائم للمهندس، اما عن طريق النقابه مباشره واستغلال الموجود، اما عن طريق التكامل مع المشروعات القائمة، وإما عن التكامل برضه مع مشروعات القطاع الخاص، لأن ممكن جدا يبقى في تسهيلات من النقابة للقطاع مع القطاع الخاص إن احنا نحصل على مباني مساكن ومميزات لصالح جموع المهندسين. حضرتك قلت إنه المجلس السابق أحد أهم السلبيات أو المآخذ في الأخذ إنه انفصل عن الدولة وتحول لمنصة للهجوم على بعض المشروعات. إزاي نحقق التكامل مع الدولة نفس الوقت نكون زي ما بيقول ناصر قلنا احنا هيئه استشاريه للدوله في المشروعات القوميه؟ الموضوع ده سبيله سهل جدا، اللي هي في فرق بين ان انا حضرتك بوجد مجد شخصي ان انا راجل عايز ابقى لي تواجد على الساحه السياسيه، ولا اكون احنا بنتكلم على نقابه المهندسين انها تكون فاعله في المهنه بتاعتها. احنا هناخد المنحى التاني، لان احنا الحمد لله كنا متواجدين على الساحه السياسيه، وكل الموجودين كانوا متواجدين على الساحه السياسيه، فما فيش اضافه تضاف الى الموجودين ولا وجهه اجتماعيه تضاف، لكنه شرف لينا كبير جدا ان احنا نمثل مهندسين مصر في النقابه. فبالتالي التكامل مع المشروع او تحقيق نص القانون في ان نقابه المهندسين هي الشارك الهندسي للدوله، ده سهل جدا
بالتعامل مع كل الكيانات الهندسيه القائمه على تنفيذ المشروعات القومية للدوله. ده سبيله سهل جدا وعلى علاقات طيبه جدا بكل الساده الموجودين ان احنا نبقى نقابه فاعله في هذا المجال. كانت في بعض المشاكل اللي المهندسين العاملين داخل مؤسسات الدوله، كانت دي جزئيه مهمه، كان في العامل الفلاني خصوصا في الصعيد بيعانوا من تبني المعاشات بتاعتهم.